بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنبدأ الدرس الثامن في الفوتوشوب. النهاردة ان شاء الله هنتعلم حاجة جميلة جدا، هتحسوا ان فيها شغل كرياتيف شوية، ان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنتعلم ازاي الصورة لما تتصور في وقت متأخر من الليل وما بقاش في اضاءة، وتظهر بالصورة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي، تفاصيل الصورة مش واضحة خالص. ازاي نقدر نبينها، وبرضو ازاي نخلي صورة زي دي مثلا نخليها ليل وفي قمر وفي كل حاجة، وكذلك الصورة دي نخليها ليل برضو. دول 3 تدريبات ان شاء الله يكونوا مفيدين لكم. الغرض منهم التعريف اكتر على ادوات البرنامج اللي هي كتيرة جدا، لو قلناها بشكل عشوائي هتتنسي، ولازم عشان تعرف ادواتك تمارسها بتصميمات افضل. اول حاجة دي حاجة بسيطة جدا، عشان تفتح الصورة دي ليها طريقتين. اول طريقة هنستخدمها اللي هي الايمج، هندوس على ايمج هنا، وبعدين ادجستمنت، هتخش هنا هتلاقي حاجة اسمها الشادو هايلايتس، هتدوس هنا هتلاقي الصورة بدأت تفتح. لو عايز تفتحها اكتر هتلاقي في الاماونت هنا، هتزود كده. هنا بيلعب في اللون اللي الفاتح، يعني ممكن يقلله لك اللون اللي كان فاتح اصلا، بس الصوره ما كانش فيها اي فواتح فعشان كده ما استخدمهاش. وهنا بيزود لك الاضاءه على اللون اللي هو الغامق. تخيل الصوره كانت كده، بانت كل تفاصيلها، تفاصيل ما كنتش تتوقعها. يعني مثلا التفاصيل اللي ما كنتش تتوقعها، الميه دي في الضلمه دي، ما تعرفش البرنامج تعرف عليها ازاي، بس يبقى في تفاصيل دقيقه جدا البرنامج بيوصلها. طيب ايه هي الطريقه التانية؟ الطريقه التانية هي عن طريق حاجه اسمها الكيرفز. الكيرفز دي بتيجي من image adjustment بعدين curves. هتمسك قدامك المنحنى، ممكن تحوله او تتحكم فيه من اي حتة، بس انت هتمسك الجزء اللي فوق. انت كده بتتحكم في اللون الابيض والاسود، النقطة اللي فوق دي لو انت نزلت تحت هتغمق اكتر، لو انت طلعت لفوق كده يبقى الصورة هتبدأ تفتح معاك زي ما انت شايف كده بالظبط، تبقى اوضح وشكلها افضل بكتير من اللي فاتت، لانه بيلعب مع الالوان معاها وبينسقها اكتر زي ما انتم شايفين كده. دي المدينه وظهرت تفاصيلها، وكانت مع انها كانت متصوره في وقت متاخر من الليل بس بانت وكانها بالنهار. طيب الصوره دي امرها انتهى. نيجي بقى عند الصوره دي. الصوره دي فيها شغل كتير، وياريت نركز مع بعض شويه. احنا دلوقتي عايزين الصوره دي تبقى بالليل وفي نفس الوقت يبقى في قمر، وكمان خد عندك يبقى في طير، طير واقف طاير في الجو. اعمل كل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده كله يا جماعة سهل جدا. هنبدأ نشتغل مع بعض. نبدأ بأول حاجة نخلي الصورة ليل الأول. ازاي نظلمها؟ هندوس image adjustment و curves، نفس الأداة اللي فاتت هنستخدمها، بدل ما هنرفع دي لفوق كده لا هنزلها لتحت كده. واحدة قولي لا شكلها مش ليل، ده مش لون الليل. هقول له لون الليل بيبقى لونه ازرق شوية اللي هو لون القمر. ده نقدر نعمله من هنا image برضو adjustment، هنلاقي حاجة اسمها photo filter. بعد ما نجيب photo filter هنختار filter الفودي، بعدين نختار هنا cooling filter LBB. هتلاحظوا الصورة عملت كده، بقت ليل فعلا. تتحكم انت بقى في اللون الازرق وفي مدى رؤيتك للصورة. طيب دلوقتي عايزين ايه كمان؟ عايزين الكشافات العربية دي المفروض تبقى منورة. مثلا الحادثة لسه معمولة دلوقتي، في واحد مقتول جوه، يعني ملحقش يطفي النور، ولا العربية لسه ما عاملة حادثة، ما كانش عامل حسابه انه عامل حادثة عشان يطفي النور. هنعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا هنجيب الهيستوري براش تول. عفوا، الأداة دي مهمة جدا ان انت بتستخدمها في انك ترجع الصورة لحالتها القديمة. هي مش هتنفع هنا عشان النسخة دي بورتبل. طيب مش مشكلة، ممكن نستخدم حاجة غيرها كده، مثلا البين تول، نحدد الجزء الاول، نتأكد انها باس مش شيب، نحدد الجزء بتاع الكشاف كده. بعدين نعمل make selection، بعدين نيجي image
كيرفز، طلع دي لفوق كده، كده كويسة، وكذلك التاني. Make selection, image, adjustment, curves. بعدين نعلي ده كده، اعتقد كده كويس. كده وصلنا ان الكشافات منورة شوية. في طريقة احسن هنحاول نعملها دلوقتي. دلوقتي انا عملت الصورة ليل ونورنا كشافات العربية، بس ناقص القمر. القمر نعمله ازاي؟ هنعمل اول حاجة اسمها نيو لاير. شايفين الأداة اللي انا دست عليها بالماوس دي؟ دي بتعمل طبقة جديدة، بس طبقة فاضية. هنبدأ نشتغل عليها. الطبقة دي هنبقى مختارينها زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين هنجيب Elliptical Marquee Tool، وبعدين هنعمل دايرة كده صغيرة على شكل القمر. نحركها كده شوية، تمام. بعدين هندوس على Filters، بعدين Render، بعدين Clouds. هيطلع قمر؟ لا، شكله وحش. ليه بقى؟ الكلاودز دي بتعمل لك حاجه، بتخلط لك اللونين دول في شكل مختلط شويه، ان هو في شكل غيوم. انت محتاج اللون الاسود فاتح شويه كده، لا افتح اكتر، تمام، والابيض ده لون الوان القمر. هتعمل فلتر، بعد ريندر كلاودز، هتلاقي القمر شكله طلع لك بالشكل اللي انت شايفه ده. لو انت شايف الاسود فيه مبالغ شويه، ممكن تخفف اللون اللي فوق شويه. انا شايفه كده كويس بصراحه. طيب، احنا كده عملنا القمر. لو جينا عملنا كده نحس ان هو كرتوني. هو القمر بيبقى حروفه ثابته كده؟ لا طبعا. فهتيجي عند الطبقه اللي احنا عملناها اللي هي اللاير 2، بعدين كليك يمين عليها بليندنج اوبشن، بعدين هنجيب حاجه اسمها الاوتر جلو. هعمل اناره خارجيه شويه، هنختار اللون الفاتح شويه كده، ابيض مصفر حاجه بسيطه، وبعدين هنزود السايز بتاعها شويه كده. وتلاحظوا ايه اللي بيحصل في الصورة. ممكن نقلل سنة، تمام. كده بقى ضوء القمر ممتاز. كده عملنا القمر، ناقص الطائر. هنيجي الأول هنا للأشكال دي. هتختار الكاستوم شيب تول، هتختار من هنا شكل الطائر. هو موجود اهو شكل الطائر ده. طائر واقف، ما ينفعش نستخدمه، يعني المفروض ان هو واقف على حاجة، ما ينفعش نستخدمه. ده طائر، الطائر فعلا يعني طائر في الجو. هنستخدمه كده، اخترناه، وبعدين هنختار اللون الاسود كده، وبعدين هنبدأ نرسمه. كده الصورة بقت اكنها بالليل بالظبط، ومحدش يقدر يفرقها انها كانت في الاول بالنهار. وكمان الادوات كانت بسيطة وسهلة العمل. طيب، ممكن نعمل صورة كمان. الصورة دي صورة المكان، انا جبتها لانها صعبة شوية، الشمس مأثرة عليها شوية. فهنعمل كده image، نفس الحكاية adjustment curves، هنقلل، نقلل كمان كمان، اوكي. هنيجي هنا نفتح اللاير كده كليكين، بعدين image adjustment photo filter. زي ما احنا عارفين، زي ما قلنا الدرس اللي فات، تعالوا نجرب دي كده، ممكن تشتغل. تمام. الهيستوري براش تول بترجع لك الحاجه على حالتها القديمه. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. يعني احنا دلوقتي عملنا تغميل الصوره وزرقناها شويه ومش عارف ايه. لو انا عملت بالكاستوم شيب دي، هيشيل كل الايفكتس اللي انا عملتها ويرجع الصوره اصلها. يعني مثلا هنعمل كده، واخدين بالكم بتعمل ايه؟ كده الكشاف نور، نيجي على الكشاف التاني كده،
تمام. طيب احنا دلوقتي المفروض بالليل واللون بتاع الكشافات مبقاش كده شوية، يعني لو انا مصور الصورة هيطلع مزرق شوية. اقدر اعمله ازاي؟ هنختار البراش تول، بعدين نختار اللون بتاع السما ده مثلا ونختاره ازرق كده، لان اللي انا عملته دلوقتي ده التقاط لون. يعني انا مثلا لما بدوس على لون الكشاف كده هيختار لي لونه هنا، لو دوست على لون العربية كده هيختار لي لونها من هنا، لو اخترت على الشجرة هيختار لي لونها من هنا، وهكذا. انا باخد لون السما كأنه سامبل وبعدين اخففه زي ما انا عاوز، وبعدين اجي اعمل نيو لاير، بعدين اعمل الاوباسيتي اللي هي الشفافية بتاعتها، ممكن اخليها 20%، وبعدين اجي بكل حرص اخلي الاوبشنز. انا دلوقتي دوست كليك يمين طلع لي السايز والهاردنس، خلي الهاردنس 0% والسايز زي ما احب، السايز يعني اللي يناسبني عشان احجام الصورة بتختلف طبعا. خليك دقيق عشان الكلام ده ما يطلعش بره الكشاف. تمام، لو عايز تظهر اكتر تعلي الاوباسيتي كده شوية. تمام كده كويس. طيب دلوقتي هنعمل نيو لاير تاني عشان نرسم القمر. طيب تمام، انا قصدي ان انا اخلي القمر قدام العمود كده، وبعدين اعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت render clouds. طبعا الالوان نسينا نغيرها، نخلي ده لون كده. تمام، دلوقتي في عيب في الصورة، عيب ان واحد مصمم كويس يغلطه. دلوقتي في عمود انارة، هل القمر جاي من قدام العمود عشان يخفيه؟ طيب اعمل ايه في الحالة دي؟ تعمل كده بالظبط، انت تقلل الاوباسيتي بتحديد شوية كده عشان تشوف بس، بعدين تجيب الاستيكة، بعد كده تحاول الاستيكة الهاردنس يكون بتاعها قليل والسايز زي ما تحب على حسب الحاجة اللي انت شغال عليها كده شوية يكبر سنة. تمام، نرفع الاوباسيتي تاني، هلاقيه ظهر وكأنه قدامه بالظبط كده. احنا صورتنا دقيقة، نجيب الطائر زي ما عملناه المرة اللي فاتت بالظبط، كاستوم نجيب الطائر اهو، بعدين نرسمه. سوري اللون، ونرسم اكتر من واحد كده. زي ما احنا شايفين كده الصورة بتاعتنا تكون خلصت ومش باين عليها ابدا انها ليلا. اتمنى ان انتوا تمارسوا الحاجات دي مع نفسكم وتحاولوا تعلموا الادوات بتاعتنا دي، وان شاء الله ربنا يوفقكم وشد حيلكم عشان الدروس اللي جاية هتبقى اقوى بكتير ان شاء الله. شكرا، وانا استمتعت معاكم ان شاء الله في الدرس ده، وان شاء الله نتقابل الدرس الجاي.